ميزانية 2023. برشا عناوين أطلقوها على مشروع الميزانية هذا، ولكن من أهم العناوين هذه وأكثرها واقعية حسب الخبراء الاقتصاديين هو ميزانية الضريبة، وإن كان واضح أن الحكومة باش تتجه للزيادة في الضرائب لموازنة ميزانية 2023، وإن نلقاو من موازنة تبلغ نحو 70 مليار دينار باش تبلغ الضرائب المباشرة 40 مليار دينار. خططت الحكومة التونسية لرفع أسعار الكهرباء وفرض ضرائب جديدة للعام المقبل بهدف خفض العجز المالي وفقاً لوثيقة مشروع قانون المالية، وتهدف الإجراءات هذه إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العمومية مع تزايد العجز والديون اللي عمقتها أزمة كورونا. وتنوي الحكومة التونسية زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر زيادة في أسعار التبغ، بما يمكن من توفير 300 مليون دينار إضافية لخزينة الدولة، هذا إلى جانب فرض أحكام ضريبية باش توفر 781 مليون دينار. وطرحت الوثيقة اللي حددت الأهداف الاقتصادية للحكومة على الفترة الممتدة بين 2022 و2026 توفير 1.6 مليار دينار عبر تطبيق خطط الرفع التدريجي للدعم على مواد الطاقة من خلال الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الموجهين للاستهلاك الصناعي والأسري. من جانب آخر، أفاد أغلب الخبراء الاقتصاديين بأن وثيقة قانون المالية لسنة 2023 تعد وثيقة لأجل إرضاء صندوق النقد الدولي. الأحكام الجديدة في المشروع باش تمكن الحكومة من تعبئة موارد جديدة قدرها 1800 مليون دينار، منها 800 مليون دينار من موارد جبائية جديدة ناتجة من الترفيع في معلوم الجوالين بنسبة 30% على أصناف السيارات ومعاليم جبائية أخرى. ومن ضمن القرارات الواردة بالمشروع تعبئة موارد جبائية إضافية لخزينة الدولة بإحداث إتاوة توظف على تذاكر البيع التي تصدرها المغازات التجارية الكبرى، ويحتسب بمقدار 100 مليم على كل شراءات بقيمة 50 دينار. وكشفت وزيرة المالية سهام البغديري نمصية عن مناقشة السلطات مع المجلس الأعلى للجباية إمكانية فرض ضريبة على الثروة ضمن قانون مالية 2023 والموازنة العامة، وين رجحت أن تشمل الضريبة العقارات والأصول اللي تفوق قيمتها 3 ملايين دينار بحسب المقترحات الأولية. لكن قانون مالية 2023 ما شملش فقط الزيادات الضريبية، ولكن من جهة أخرى أقر عديد الإعفاءات الجبائية الموجهة أساساً لمجال الاستثمار والتشجيع على بعث المشاريع، وين أقر الفصل 16 إعفاء للشركات التي لا تجاوز رقم معاملاتها السنوي خالاً من الأداءات 400 مليون دينار عوضاً عن 20 مليون دينار من تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل. ويشمل هذا التنصيص كل التحويلات سواء مع مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالخارج، شرط أن لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار خالية من الأداءات. وفق هذا الفصل فسيتم التخلي عن واجب التصريح للشركات اللي تنتمي لذات المجمع والمقيمة في تونس وبخصوص أسعار تحويل لا تتجاوز أو تساوي 100 ألف دينار، بعد أن تم تغيير عبارة شركة أخرى الواردة في مجلة الضريبة في هذا الصدد بحصرها في الشركات المقيمة أو المستقرة في الخارج. هذا بالإضافة لإعفاءات ديوانية باش تشمل التجهيزات الموردة من الخارج اللي تتمثل في الشاحنات الثقيلة والتجهيزات الأخرى. وعلى نحو عام يبدو التعويل على المساهمة الفردية في الموارد الجبائية طاغياً على سياسات الحكومات المتعاقبة في هذا الصدد، ومنها ميزانية 2023. وعلى نحو خاص تمثل حالياً الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة رافعة الميزانية الحكومية اللي يتأتى ثلثها من المداخل الجبائية.